مساء الفل على الشباب الحلوين. احلى طبق استاكوزا يا جماعة هتاكلوه النهاردة. الكلام ده طبعا برعاية مراتي زوجتي الحبيبة، لانها هي المور بروفيشنال في الكلام ده. دلوقتي انا عايز اعرف انت ازاي عملتيهم كده. بس حط هنا وانا اوريك. هي بتيجي بس التيل كده، هنفتح الظهر بتاعها بالمقص، وبعدين هنبتدي بالمعلقة نسلكها من الجناب تمام، كلها علشان نقدر نطلعها. حلو، وبعد كده هنيجي من ورا، ندخل صباعنا من ورا ايوه كويس ونزق، كويس. هنزقها بس. اوه ولو اي ظهر فيها مش متنضف زي الجمبري بالظبط، هننضف الظهر بتاعها. جميل جدا، بتتحط كده. بالظبط. وبعد كده هنحط لها، هنضيف عليها ايه بقى؟ هنضيف عليها 3 معالق 3 معالق زبدة، ملح، بقدونس ناشف علشان لو دخل الفرن ما يتحرقش، لان هو هيبقى مجفف يعني، وتوم بودرة وملح بس. ليه وهندوب توم بودرة؟ ليه مش توم؟ علشان التوم التاني برضو لو دخل معانا، وهو اما لو كان مطحون كويس قوي، بس عشان لو دخل وهو صحيح برضو هيتحرق بسرعة اوكي بس. فهمتك. وبعد كده هنتبل ازاي؟ انا اهم حاجة عندي التتبيل، لان انا يعني الطعم بيفرق معايا جدا. وبعد كده وفلفل اسود كمان، عشان نسيت اقول ان في فلفل اسود. هناخد بالفرشة ايوه، بالفرشة وهندهنها، انت جريتي ريقي على فكرة. وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 450 لمدة 15 دقيقة. من وقت للتاني نبص عليها، وبقية الصوص اللي باقي عندنا من وقت للتاني نديها دهنة تاني خفيفة، عشان تفضل الصوص يفضل داخل فيها كويس اوي. حلو، بس كده. الله، ممكن اول ما تطلع برضو وهي لسه سخنة، اللي يحب يعني ممكن يدي عليها عصرة ليمون، اللي مش عايز ممكن يكملها بيها كده وبس وخلاص. شكرا جزيلا على وجبة الاستاكوزا الرهيبة دي، وكله جديد مع البيت وأكله، وألف هنا وشفا يا جماعة. هبقى استنوني في الطبق النهائي. وهنعمل جنبيها بقى السايد داش، جنبيها بطاطس صغيرة هنسلقها نص سلقة، وبعدين هنصفيها، وبعدين هنشوحها في شوية زبدة وروزماري وملح وفلفل، وسلطة جرجير معها بنجر وذرة بس. جميل جدا، يعني دي لما تطلع تتشوح في زبدة وإيه؟ روزماري وملح. وروزماري وملح. أنا مش قادر أستنى، أنا عايز أكلها دلوقتي. 10 minutes. ماشي، يلا. دي يا جماعة البطاطس لما طلعت وحطيناها في الزبدة ونقلبها، نحط عليها ملح، ايوه، روزماري، ايطاليان سيزونينج. ايطاليان سيزونينج يا جماعة. البطاطا يا جماعة شكلها النهائي، وأشوفكم في الطبق الفاينل. ده الطبق النهائي يا جماعة، وبألف هنا وشفا، وأشوفكم في طبق جديد مع البيت وأكل. سلام.